بمناسبة القرعة الكبرى لاتصالة المغرب، فوزوا من الآن بسيارة فاخرة. للمشاركة يكفي تبعتوا 16 عبر SMS للرقم 44 44. صباح الخير، مساء النور. فوق تما تلقاكم قناتكم مرأة تي في، ما كاين غير الفرحة والسرور. لالا، واش مليتي من الطيلة ديالك؟ واش المرايا وانتي ما بقيتوش منسجمين بزاف؟ واش كتقولي نفسك لا 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 لا، وجهي شاحب، مكياجي فاشل، سريحتي ناقصة؟ ايوا عليك بسرعة بسرعة وبسرعة كبيرة بالدخول لقناتك المرأة تي في، وبالذات لبرنامجك المتجدد تبوكيصة. فيه غادي تلقاي افكار، اقتراحات وحلول لما جمالك، لطليلتك، مكياجك، شعرك، باش تكوني دائما غزاله وبوكوصه. الخطوه الاولى سيداتي كتبدا بمكياج العينين، وكيف كتشوفي معنا خبيره الميكاب السيده نبيله الادريسي بدات بمكياج العينين بوضع كريم أساس العينين، ومن بعد وضعت قلم أسود كرا يعني دهني في الجفن المتحرك على شكل خط متواصل. علاش هذا؟ باش غادي تثبت البودرة اللي غتوضعها من بعد كمكياج ديال ظلال العينين للمكياج الدخاني. ثم وضعت بودرة بلون كرونة غامق ودمجتها مع اللون الأسود اللي وضعته من قبل فوق العظمة ديال العين باش تقوي النظرات وتعطي واحد القوة النظرات اللي هي السر ديال المكياج الدخاني. ومن بعد طبعا الخطوة الأولى هي رسم الحاجبين، وكيف كتشوفوا الخبيرة ما اختارتش تستعمل قلم، بل استعملت واحد المادة دهنية اللي بحال الكريم بواسطة فرشاة خاصة لتزيين الحواجب، ودازت للمرحلة الموالية السيدة نبيلة خبيرة الميكاب، وهي وضع كريم دو باز يعني كريم الأساسية للوجه، واللي غادي تجعل البشرة في أتم الاستقبال في أتم الاستعداد لاستقبال كريم الأساس. من بعد طبعا وضعت كريم دو باز حسب اللون ديال البشرة ديال السيدة. هنا عندنا العريضة ديال الأنسة سهام زيو عندها بشرة بيضاء، فاختارت لها واحد اللون فاتح. يمكن لك سيدتي تزيدي درجات في عمق يعني في يعني اكثر دكانة الكريم دو باز ديالك حتى تحصلي على اللون المناسب. ومن بعد الخطوة الموالية هي وضع مخفي الهالات يعني الكاش ديفو اللي كيخفي لينا هذوك لي سيرن اللي كيكونوا تحت الجفون، طبعا من فرط السهر، من فرط التوتر، الحياه الحضاريه وغيره. ثم خطوه الكونتورينغ، هذه خطوه ضروريه يمكن لك سيداتي تستغني عليها، ولكن حنا ما ننصحوشك بهذا. علاش؟ لان هي اللي كتحجم لينا دوك المناطق الزائده في الوجه ودوك المناطق اللي ما تبغيهمش يبانوا بواحد الشكل واضح واللي كتعمل لهم واحد النوع من التحديد. من بعد اختارت لينا نبيله الادريسي الخبيره ديالنا احمر الخدود بلون باش يعني لون خوخي، لان البشره ديال سهام زيو بلون ابيض. الخطوه الاخيره سيداتي دائما في المكياج هي رسم الشفتين بقلم مناسب. يمكن لك اليوم كاينه واحد لا طوندونس، واحد الموضه، انك ما كترسميش ديك الام، يمكن لك تعمليه بالشكل اللي كيعملوا بعض الفنانات الا كان الوجه ديالك يعني كيسمح بذلك. ويمكن لك ترسمي الام اللي كيكون مباشره تحت الانف، تحديد الشفتين، ومن بعد وضع احمر شفاه. وطبعا من حتاج سيدتي نذكرك ان احمر شفاه كيرتبط بمعطيين مهمين اللي هو اللون العام ديال البشره باش ما يكونش واحد النشاز، ثم اللون ديال الزي اللي غادي ترتديه. وفي النهايه ديال حلقتنا كنتمنوا انك تكوني استفدتي من الخطوات ديال المكياج الدخاني وتعمليه في مناسباتك السعيده بالصحه وبالعافيه.